مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من بيت الداء والدواء. اليوم حنتكلم عن السكر وخاصة الأبيض منه اللي بنستخدمه تقريبا في كل إشي في حياتنا. هل السكر مضر؟ هل السكر نافع؟ احنا كلنا تعودنا على السكر وخاصة الشوكولاتات والحلويات والكنافة والأمور اللي كنا بنحبها. شو علاقة السكر بالإدمان؟ هل هناك في هناك إدمان؟ هل فعلا بيرفع منسوب هرمون السعادة؟ هل هناك بدائل إذا كان مضر؟ هنتكلم عن كل هاي الأمور اليوم في حلقتنا مع دكتورنا العزيز الوسيم الدكتور سامح مصطفى. أهلا وسهلا فيك يا دكتور. حبيبي أهلا وسهلا دكتور جمال، أخبارك إيه؟ طمني عنك. الحمد لله. يعني إحنا كده المرة الماضية كنا نحكي عن الدايت وأنواع الدايت، وأنت اختصرت الموضوع علينا إنه يجب أن نعرف ماذا نأكل لكي نستطيع أن نرتب جسمنا. الأمر الثاني اللي بنحكى كثير يا دكتور السكر، السكر يعني خاصة في الوقت الحالي اللي بيحكوا عنه إنه هو الطامة الكبرى، هو القاتل، يعني أكلت السكر خلاص حتموت غدا. أيوة. حدثنا يا دكتور، إيش رأيك في موضوع السكر؟ ماشي يا سيدي. هو إحنا مش قلنا إحنا في برنامج بيت الدائي والدواء، خلينا نتكلم كده بالراحة على السكر، وعايز الناس كده اللي سمعاني النهاردة تحاول تستفيد من الحلقة ديت وتسألنا أي سؤال، عشان الإجابة على الأسئلة بتقرب الصورة بشكل أوضح. خلاص كده؟ طيب، السكر عايزين نمسك تصنيف علمي عشان الناس كلها تبقى فاهمة يعني إيه السكر، عشان البرجلة اللي حصل اليومين دول. السكر ده لما نبص عليه من الناحية الكيميائية بنلاقيه كده الستركشر بتاعه أو التركيب الهيكل بتاعه فيه كربوهيدرات، فيه كربون، ذرات كربون، وفيه ذرات هيدروجين، وفيه ذرات أكسجين. خلاص كده؟ ولما تيجي تحط كده في مجموعة كده نلاقيها من الكربوهيدرات. يعني فكلمة كربوهيدرات بتيجي من الاسم كده، لما تسمع كربوهيدرات من الكربون والهيدروجين والأكسجين، يبقى كربوهيدرات. خلاص كده؟ نعم. نيجي نخش بقى على السكريات أو الكربوهيدرات، نلاقي فيها بيقولوا بقى السكريات الأحادية أو المونوساكرايدز، والسكريات الثنائية اللي هي الدايساكرايدز، والسكريات المتعددة اللي هي الأوليغوساكرايدز، والسكريات الكتيرة قوي اللي هي بوليساكرايدز. خلاص كده؟ يبقى كلمة مونو وداي وأوليجو وبولي ده كلها عدد في الليمون، كل ما زاد العدد كل ما تغير الاسم، الاسم كبر، لكن هم كلهم في الآخر كربوهيدرات. وبالتالي أي نبات وأي شيء بيجتمع على التركيب الكيميائي ده اللي هو الكربوهيدرات بيبقى اسمه كربوهيدرات. فأقدر أقول لك إن الويت أو القمح من الكربوهيدرات، يعني من السكريات، يعني من السكريات. يعني تيجي تقول لي يا سامح العيش فيه سكر، أقول لك فيه سكر. فتقول لي قد إيه سكر، أقول لك يعني كله سكر. فتقول لي قصدك إيه كله سكر، أقول لك الويت سكر، القمح سكر، والسكر بيحطوا عليه سكر، فهو عبارة عن سكر في سكر. فلما تيجي تقول لي يا سامح طب أنا باكل عدس، هي العدس كربوهيدرات؟ أقول له آه العدس فيها كربوهيدرات. طب الفول، اقول لك الفول فيه كربوهيدرات. يا سامح الفول بيقولوا ان هو بقوليات، ماشي، هو فيه بروتينات وفيه كربوهيدرات، وبالمناسبه نسبه الكربوهيدرات في الفول اكتر من نسبه البروتينات في الفول. خلاص كده؟ تيجي تقول لي طيب السلطه، اقول لك السلطه برضو من الكربوهيدرات. ليه يا عم؟ عشان الاستراكشر فيه كربوهيدرات. خلاص كده؟ ففي بقى نيجي نخش على المونو او الاحادي والداي والاوليجو والبولي ساكرايدز. خلاص كده؟ كل ما زاد التركيب كل ما زادت التعقد الكيميائي بتاعه، وكل ما احتاج الجسم ان هو يكسر ويحلل عشان يوصل لابسط صوره اللي هي بتكون سهله على الجسم ان هو يمتصها. حلو قوي. وبالتالي نقدر نتفق مع بعض ان ابسط صوره هي السكر الاحادي، ودي الصيغه اللي الجسم بيشتغل عليها ويستخدمها في
التمثيل الغذائي بتاعه. ومن هنا أقدر أقول إن أهم سكر أحادي لازم كل واحد فينا سمعنا كده يعرف اسمه إيه، أقول لك هو سكر الجلوكوز. طب ليه ده أداء أهم واحد؟ عشان السكر دوت اللي بناء عليه الجسم، الكمبيوتر بتاع الجسم بيفهم إن السكر زاد، فبيبتدي يقول لي البنكرياس افرزي الانسولين عشان انا عايز نسبة السكر في الدم معينة. فلما كلمة نسبة السكر في الدم معينة معناها نسبة الجلوكوز في الدم معينة. فمن هنا ورايح في الحلقة الجميلة بتاعتك لما اجي اتكلم عن سكر الدم هلغي كلمة سكر دم، وعشان خاطري فكرني، عشان احنا عايزين النهاردة نفهم الناس اللغط اللي بيطلع في التلفزيونات واللغط اللي بيطلع في الفيديوهات. لما نيجي نتكلم على سكر الدم نقول كلمة جلوكوز، عشان الجلوكوز ده اللي بيرفع سكر الدم، والجلوكوز ده اللي بيخلي البنكرياس يبقى اكتيفيتد ويفرز لنا الانسولين. ووظيفة الانسولين ان يقلل نسبة السكر في الدم للنسبة الطبيعية. بس كده. انا كراجل عايز اعيش في التكييف وما احسش اني سقعان او احس ان انا حران، بقول انا عايز اظبط درجه التكييف على 20 درجه مئويه او 24 درجه مئويه، يبقى عندي رينج كده من 20 ل 24 انا ما بحسش ان انا حران ولا احس ان انا سقعان. لو انت عملتها لي 16 احس ان انا سقعان شويه، لو عملتها لي 26 احس ان انا حران شويه. يبقى ده النورمال رينج بتاعي. كل حاجه زادت عن النورمال رينج بتخلي التكييف يشتغل، سواء بالهيت أو بالتبريد. بالتبريد نفس القصه. الانسولين الجسم بيقول لك انا عايز نسبه معينه، ومش هنتكلم احنا ما بنتكلمش في الدايبيتس وما بنتكلمش في سكر النار، بس الجسم بيقول انا عندي نسبه سكر معينه في الدم، او انا عندي نسبه جلوكوز معينه في الدم، عشان ده اللي بيتقاس، ده اللي جسمي بيقيسه. فلو جسمي قرر جلوكوز ولقى الجلوكوز اقل بيقول انا عايز دم، عايز سكر، عايز جلوكوز زياده في الدم. لو قرر الجلوكوز ولقى الجلوكوز في الدم زاد يقول للبنكرياس طلع لي انسولين نزله لي تحت عشان يظبط لي الايه الرينج. فلا زياده الجلوكوز في الدم حلوه ولا قله الجلوكوز في الدم حلوه. سامعين؟ يعني لا القله حلوه ولا زياده حلوه. لو الناس سكر الدم او الجلوكوز في الدم قل بيحصل لهم حاجه اسمها هايبوجلايسيميا، ودي مصيبه كبيره واكبر بكتير من الهايبرجلايسيميا. يبقى هايبرجلايسيميا يعني السكر في الدم او الجلوكوز في الدم زياده، وده بيقول الانسولين نزله، يعني تقدر تقول نقدر نتحكم فيه شويه. لكن لو قل السكر في الدم تبص تلاقي نفسك دخت وممكن تفصل، ما عندكش طاقه، زي بالظبط البني ادم اللي شد الفيشه، شد الفيشه ممكن تبقى سايق تعمل حادثه. يعني الموضوع مش سهل، وطبعا دي اسبابه بتبقى اسباب مرضيه، ممكن تكون اسباب مش كويسه واورام وحاجات مش حلوه على البنكرياس. المهم يعني عشان نتكلم يعني بهدوء عشان ما نطلعش بره موضوع الحلقه، فاهم سكر احادي عايزين نعرفه هو اسمه الجلوكوز. ربنا خلق لنا في المخ بقى بتاعنا، عشان الاورجنز اللي تبقى مهمه ربنا بيبقى حاطط لها كده ايه يعني نوع من انواع حمايه بالزياده. ففي عندنا كده في المخ حاجة اسمها البي بي بي، مش عشان بس نبقى ايه، بي 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 دي سهلة قوي الناس تعرفها. البي بي بي معناها البلاد برين بارير، خلاص كده، يعني حاجز كده ما بين الدم وما بين المخ يخلي مش كل حاجة في الدم تخش على المخ، يبقى كده ايه يعني حاجز كده بسيط. الجلوكوز بيعدي البلاد برين بارير، وبالتالي هو مصدر من مصادر الطاقة للمخ، فاحنا محتاجين الجلوكوز، خلاص كده. وعشان الجسم محتاج جلوكوز حاجات كتيرة قوي لما بتتحلل بتطلع لي جلوكوز. حتى من ضمن الحاجات اللي بتطلع as a byproduct من تحليل او من تحلل البروتينات ساعات بيطلع كمان جلوكوز، خلاص. فانا لا عايز اقوله للناس هنا يا جماعة، انا معلش استوقفك هون دكتور، قول يا حبيبي. أنا اللي فهمته منك إنه الجسم يحتاج الجلوكوز، يعني طبعا يحتاجه لأمور كثيرة، منها حكيت الدماغ، يمكن بناء الأنسجة والخلايا. والجسم ما بيعتمد فقط على السكر لإنتاج الجلوكوز، ممكن ينتجه من أشياء أخرى،
هتحكي لنا عنها يمكن لاحقا. يعني الكبد لو في لو السكر زيادة بياخده بيخزنه في الكبد عندنا في صورة جلايكوجين، خلاص كده سكر الدم عندنا بيقل، عشان احنا مش عايزين هايبوغلايسيميا، عشان الجسم ما بيقدرش يستحمل الهايبوغلايسيميا، فالجسم لازم يكون عنده من جواه الديفنس ميكانيزم بتاعه. هو انا مستني لما البي ياكل لي جلوكوز عشان خاطر امشي؟ لا، يخش على الليفر ويخبط عليه ويقول لي كسر لي حبه جلايكوجين حولهم لجلوكوز وارميهم لي في الدم عشان نسبه السكر في الدم او نسبه الجلوكوز في الدم تبقى مظبوطه. فدايما الجسم عنده الديفنس ميكانيزم بتاعه اللي بيضمن بيه ان البني ادم ده يبقى functioning at the maximum potential at any given time. خلاص؟ وات اني جيفن سيركمستانسز. فادي اول سكر، السكر الاحادي. طبعا في انواع سكر احاديه تانية زي الفركتوز، وده تاني سكر انا عايز اتكلم عليه. خلاص كده؟ والفركتوز ملوش علاقه بالجلوكوز. والفركتوز مش بيعدي البلاد برين بارير. والفركتوز مش بيزود السكر في الدم او مش بيزود الجلوكوز في الدم. ما هو فركتوز ماله وماله الجلوكوز؟ ما ملوش دعم. الفركتوز ده اللي هو غالبا بيقولوا او بيطلقوا عليه سكر الفاكهه. ليه بيطلقوا عليه سكر الفاكهه؟ عشان لقوا ان نسبه السكر اللي موجوده في الفاكهه النسبه الاغلب فيها هو من الفركتوز. يعني ايه النسبه الاغلب فيها؟ ودي مهم الناس تعرفها. يعني ممكن تلاقي في التفاح مش نوع واحد بس من السكر الأحادي، ممكن تلاقي في التفاح الجلوكوز، وممكن تلاقي في التفاح الفركتوز، وممكن تلاقي في التفاح السكروز، ممكن تلاقي أنواع ممكن تلاقي سكريات تانية مش بس السكر الفاكهة، لكن بتلاقي النسبة الغالبة بتبقى الفركتوز، وبالتالي غالبا الفاكهة ما بيكون سكر الفاكهة هو الفركتوز. تمام كده؟ السكر الثنائي دي نقطة مهمة جدا جدا ان احنا نقولها. السكر الثنائي يعني نوعين احادي لزقوا ببعض، او نوع واحد احادي ونوع التاني لزق في بعض. فلما نلاقي مثلا في فركتوز كسكر احادي وجلوكوز كسكر احادي لزقوا مع بعض، عملوا حاجة اسمها السكروز. واسمع الحتة دي، السكروز من سكر، يبقى كلمة سكر جاية من السكروز مش جاية من الكربوهيدرات. كلمة سكر جاية من السكروز، عشان السكر الأبيض بتاعنا اللي انت بتتكلم عليه ده النهاردة، اللي هو اللي بنخده كله مع الشاي ده طالع من استخلاص السكروز من البنجر أو البيتس أو من الشجر كين أو القصب. القصب، سكر القصب هو سكر السكروز، والقصب بيحتوي على 100% من سكره سكروز. 100% 100% من سكر القصب سكروز. يعني القصب ما فيهوش فركتوز، هو فيه سكروز. لما تحلل السكروز، ودي نقطه مهمه، لما يجي عشان هو سكر ثنائي، فعشان هو سكر ثنائي في الجسم لازم يحلله عشان يستفيد بيه. لما الجسم يحلله يكسر السكر الثنائي للسكريين الأحاديتين اللي موجودين فيه. فلما نيجي نكسر السكروز يطلع لنا 50% فركتوز و 50% جلوكوز. جلوكوز، أوكي. فأنا لو عايز أديك طاقة سريعة في العضل وأحط لك سكر بسرعة في الدم وأقوم حطه في الحقنة كده وأخش من غير ما يعمل لك مشاكل، لازم يكون جلوكوز بس، ما يكونش فركتوز. واخد بالك؟ فأقوم مدخلك كده علق لك محلول المحلول الجلوكوز فتاخد طاقه زي الصاروخ كده اوام وتبقى ايه 100 فل 10 بس. فهو ده السكروز. فالسكروز السكر الابيض الجميل بتاعنا ده اللي احنا بنحطه على الشاي وكده، ده مستخلص من قصب السكر، وده الماده الاساسيه السكر الاساسي اللي فيه اسمه السكروز، وده سكر ثنائي. والسكر الثنائي ده لما بيتحلل بيديني فركتوز وبيديني الجلوكوز. الجلوكوز ده اللي بيرفع السكر في الدم مش الفركتوز. ممتاز. اذا احنا اتفقنا انه اللي بيرفع اللي هو جلوكوز، اللي احد مكونات السكروز او السكر الابيض اللي بناخده. اذا هذا هو الخطير، اللي هو الايه؟ السكروز. السكروز، السكروز طبعا السكروز عشان الزياده بتاعته بتعلي لك السكر في الدم بزياده، وهذا اللي تقريبا مستخدم او الشائع استخدامه في كل المنازل وكل المطاعم وكل الاماكن.
حبيبي حبيبي حبيبي. بص بقى، الجلوكوز لحد وحد وحده لوحده كده مش وحش، ما احنا قلنا يا ما عادي الجسم محتاجه وبيروح للمخ والمخ بيستخدمه عشان الطاقه، بيخليك ذكي وبيخليك فانكشنينج. لكن المشكله هي ان ايه؟ الزياده عن الحد هي المشكله. ايه اللي بيخلي الامور زياده عن الحد؟ لما ما اشوفهاش. يعني مش عايز حد يفهمني غلط، لو على قد كوبايه الشاي اللي بالسكر عادي، لكن المشكله مش بس في كوبايه الشاي اللي بالسكر. مشكلة بقى ان عشان اصنع كيكة هحط سكر انت مش هتشوفه، وعشان اصنع كنافة هحط سكر انت برضو مش هتشوفه، والكنافة فيها قمح والقمح بوليساكرايد تتحلل يطلع لي كمان جلوكوز. جلوكوز انا حاطط جلوكوز على جلوكوز على جلوكوز على جلوكوز، وكمان ادي لك كوباية طبق الكنافة الفظيع، فتقول لي يا سلام بقى كوباية شاي بمعلقتين سكر يعني عشان نزود الجلوكوز، فيبقى الدنيا يعني ايه يعني متجلكزة على بعضها. فده اللي أو بيعمل. او الخبز مثلا، الخبز برضه سكر وقمح. انا بقى هتقول لي الخبز وتقول لي الكنافة وتقول لي الحاجات اللي بتتعمل من الدقيق، وغالبا لما بنقول كلمة دقيق دايت في مصر معناها دقيق القمح، يبقى انت كده سكر. دقيق القمح ده سكر، هتحط طيب عليه عسل ادي سكر، هتحطه مع كوبايه الشاي ادي سكر، فيبقى انت كده اديتها سكريات يعني طبق سكر يعني. انت عم تاكل سكر اسمه بقى اكنك اديته زي ما كده زي ما اقول لك اديته قنبله سكر، فده ده بزياده يعني، انت مش محتاج كل ده. طب دكتور في سؤال بنسال دائما، انا برفع نسبه الجلوكوز في الدم فبالتالي بيرتفع عندي أو بيفرز الأنسولين عشان يعادل الجلوكوز. السؤال اللي دائما بنسأل، هل فعلا إفراز هذا الأنسولين يؤدي زيادة هذا الأنسولين يؤدي إلى زيادة في الوزن أو تخزين الدهون؟ كلام يعني جميل. هل في علاقة؟ لا ما فيش علاقة الحقيقة خالص، عشان ده هرمون شغال والهرمون ده وظيفته شغال، زي اللي عنده هرمون الغده الدرقيه محتاج الهرمون، من غير الهرمون الجسم هيبقى متبهدل ومحتاج ياخد هرمون من بره. فالناس اللي عندها هايبوثايرويديزم بتاخد سينثيرويد بتاخد هرمون، والناس اللي ما عندهاش انسولين بيفرز من البنكرياس لازم تاخد انسولين. فالانسولين ده هرمون ملوش علاقه لا بالتخن ولا بالرفع خالص اطلاقا اطلاقا. طيب المشكلة فين؟ المشكلة في حاجة بيسموها الانسولين ريزيستنس، بس انا مش عايز اتطرق لكلام بره السكريات يعني، بس عموما هجاوب على السؤال ده عشان السؤال ده مهم. كلمة انسولين ريزيستنس معناها ايه؟ معناها باللغة البلدي بتاعتي كده التخمة. عارف لما انت الواحد بياكل ويجي مثلا نكون احنا مثلا مسافرين ورايحين لاهلنا في مصر مثلا ولا اهلنا، ويقول لك طب خدي الحته دي، طب كمان الحته دي، طب عشان تدوق الحته دي، وكل تقعد تدوق تدوق لحد ما تلاقي نفسك هتموت من كتر ما مليت بطنك. تيجي بعد كده يتحط حاجه بقك، بقك يعمل ايه؟ ما يفتحش. طيب مش قادر اكل تاني. لما بقك ما يفتحش معناها ان مهما كان الاكل اللي بيتزق في بقك جسمك مش عارف ان في اكل. عشان انت قفلت بقك. خلاص كده؟ تعال بقى نخش على الخلايا. البق بتاع الخلايا بيسموه ريسبتور. خلاص كده؟ واضح. فلما انا يكون عندي الانسولين عمال بيحشر في سكر في بق الخلايا، والخلايا من جوه اتملت سكر وما بقتش طايقه تخمه، يجي السكر او يجي البق بتاع الخلايا اللي هو الريسبتور يقف. الدم فيه سكر زياده، المخ يقول للانسولين يا ابني حط لي سكر جوه الخليه مش عايز السكر في الدم زياده، يقول له حاضر اطلع يا عم الانسولين حط لي سكر في الخليه، يطلع الانسولين يجي دخل السكر الخليه تقول له ما فيش بقي مقفول، يا ابني ليه يا ابني حرام عليك هتتعبني. لما يجي يحصل كده الدم المخ يجي يقول يا عم الانسولين طلع لي يا عم البنكرياس طلع لي الانسولين، خلي الانسولين يدخل السكر جوه الخليه مش عايزين سكر زياده في الدم، الدنيا زحمه.
يجي الانسولين يدخل السكر في الخلايا، بق الخلايا مقفول، يقول له لا مفيش. لما يعمل كده تطلع لنا الحاله اللي بيسموها الانسولين ريزيستنس. يعني ايه؟ يعني تخمه الانسولين، يعني الانسولين عمال متبعزق في الدم ومش عارف يشتغل ويعمل شغله. ده اللي بيعمل المشكله المرضيه، وده اللي بيعمل كومبليكيشنز، وده اللي بيخلي الانسولين يتعب، او سوري البنكرياس يتعب، ويخلي البنكرياس يتبهدل خالص، وممكن تخش بقى في دايابيتس تايب 2 وتبقى الدنيا أسوأ لو ما عرفتش تعملها كنترول، تخش في دايابيتس تايب 1 ويبقى الموضوع صعب عليك. طيب سؤال تاني السكر. احنا بنأكل سكر بيجينا فترة سعادة وكيفنا كده، هل في علاقة بين السكر وهرمونات السعادة فعلا؟ هل بيرفع ارتفاع السكر هرمونات السعادة؟ الريسبتور بتاع السكر شبه الريسبتور او بيتريجر السنتر في البرين اللي بيحصل له تريجرنج مع الكوكايين، فتلاقي نفسك مبسوط. واخد بالك؟ طبعا بيعمل، بس دي حاجه ثانيه. طبعا الكريفنج اللي هي الطاقه بتعلى، فلما طاقتك بتعلى تحس انك نشيط، تحس انك نشيط، بتبقى مبسوط وحاسس ان انت انرجيتك. يجي السكر ده زيادة عن بيطلع طالع فوق، في معدلات السكر في الدم بتبقى زيادة، أو معدلات الجلوكوز في الدم بتبقى زيادة، يوم جاي الإنسولين عشان يطلع السكر دوت من الدم ويحطه في الخلية، فبيحصل له شارب ديكلاين، ينزل تاني ما عجبكش ما كيفكش، تقوم واخد حتة السكر تاني تقوم تطلعه، يجي الإنسولين يوم منزله ما عجبكش تقوم رايح تاني واخد سكر تاني، فبيعمل الحاجة اللي بيسموها الكريفنج. كلمة الكريفنج دي بتحصل لما حاجة بتكون عالية وتنزل شارب، فدايما احنا عايزين الطاقة تبقى كده منتظمة، ما يبقاش لا فيها سبايكس ولا فيها ديكلاين، لا بقى عندي هايبر ثايرويدزم، لا يبقى عندي هايبر جلايسيميا، ولا يبقى عندي هايبو جلايسيميا. طول ما انت في النورمال رينج تبقى كويس، ما عندكش اي مشاكل. احنا مش هنحكي اليوم عن الدراسات وعن تأثير السكر على كل عضو في الجسم لانه هياخد وقت طويل، بس بشكل عام اللي فهمناه انه السكر كجلوكوز مهم لبناء الجسم، ولكن زيادته السبايكينج هذا اللي بيطلع وبنزل هذا هو المضر للجسم. بالضبط كده، كلامك سليم. طيب الان دكتور احنا البدائل حلوة، احنا حكينا انه السكر الابيض هذا لازم نبتعد عنه بكل ما استطعنا من قوة. البدائل، هل هناك بدائل في السوق؟ هل نقدر ناخذ القصب، شو اسمه هذا اللي بسووه من القصب، الدبس طيب. نقدر ناخذ العسل؟ هو ده دي حاجه عايز اقولها. انواع السكر ايه؟ تعال نتكلم كده، نقول كلمه انواع السكر ايه، مهم قوي الناس تعرف ايه هي انواع السكر. اول حاجه السكر الابيض ده ريفايند، خلاص كده ريفايند يعني ايه؟ يعني خد القصب وراح محلله وعمل له بيوريفيكيشن وعمل له بروسيسنج وعمل له ريفايننج لحد ما بقى لونه ابيض، بيور سكروز، خلاص كده. لكن في المراحل اللي انت بتكرر فيها عشان توصل للسكر الابيض، في جزء كده بيطلعه وبيعملوه اسمه السكر البني، خلاص كده. دي تاني درجه كده اللي هو البراون شوجر، خلاص كده. والناس اللي بتستخدم البراون شوجر ويقول لك it's a bit healthier، صح كده؟ صحيح. هو واقعيا لما جه يكرر القصب عشان يطلع منه pure sucrose اللي هو السكر، جه في الاخر كده في اخر 5% وراح بطل البروسيسنج، فساب جزء من ما قبل السكر موجود فيه، الجزء ده اللي هو الملاسز او اللي هو العسل الاسود، خلاص، او الدبس، اوكي. فساب 5% منه، ال 5% منه دول فيهم الحاجات الحلوه اللي موجوده اصلا في القصب بواقي، زي حبه مينرالز وزي الحديد، اوكي. فساب التريسز دي، يعني اولموست يعني حاجات بسيطة كده نازلة مع الدبس اللي موجود مخلوط مع السكر الأبيض فبقى لونه بني. طب ليه طلع أصلاً السكر البني؟
عشان بيدي نكهة كده يعني ديب، بيسموها الدبث، بيدي الدبث في الفليفر. فبيبقى دايما ريكومندد في البيكنج اندستري، صناعة الطعمة دي اللي يدي الطعام، يدي النكهة، فنكهته بتبقى حلوة. فعشان كده دايما غالبا بتلاقي البيكنج اندستري بتستخدم البراون شوجر عشان الدبث فليفر بتاعه. خلاص كده. لكن هو سكر. يعني هو سكر وبعمل نفس البلاوة في الجسم. خش بقى على ايه، على العسل الاسود او الدبس، اللي هو ايه، اللي هو اللي ما قبل التحليل عشان يوصله لك للسكر. فانت بتاخده، طبعا نسبة الحديد فيه بتبقى اكتر، نسبة المينرالز فيه بتبقى اكتر، نسبة البوليفينولز بتاعتها بتبقى اكتر، وبالتالي هو برضو سكر. خلاص كده. تعال نخش على، احنا هنا في كندا، الميبل سيرب. خلاص كده. هذا مهم صح. وادي اخر نوع من انواع السكر، بس الميبل سيرب السورس بتاعه مش الشجر كان او مش قصب السكر او بيتس، السورس بتاعه شجرة الميبل. خلاص كده. وبالتالي هو سكر ولكن مستخلص من مكان تاني، وبالتالي هو تقدر تقول ان هو يشبه العسل في ان هو بيحتوي على المينرالز والفيتامينز اللي لسه ما تكررش. لكن لو هم عملوا له ريفايننج وطلعوا منه سكر ابيض كده، يبقى برضو هيبقى unhealthy زي الريفايند. اخر حاجة العسل، العسل بتاعنا عسل النحل، ده برضو سكر. اوكي. ولكن ده بيبقى اكتر نوع من انواع السكر اللي بتبقى مفيدة لسبب واحد بس، ان هو بيبقى زي كده ما احنا قلنا على العسل الاسود، بيبقى فيه مينرالز وفيه حبه الانتي اوكسيدنتس وبيبقى فيه حبه الحاجات اللي بتبقى لسه ما عملهاش ريفايننج. العسل الابيض، العسل بتاع النحل ما بيبقاش ريفايند، واخد بالك؟ او يعني في ناس منها بتصفيه، وبالتالي بيبقى فيه البولنز، بيبقى فيه الـ بعض البقايا بتاعه النحل، ودي كلها بتبقى ليها فوائد صحيه. لكن الجزء السكر اللي فيه مش حلو، الجزء التاني هو برضو اللي حلو. وبالتالي حتى لو انت عايز تجيب عسل، كل ما العسل زادت فيه الخلايا بتاعت النحل وزادت فيه الواكس بتاع النحل والبولنز بتاعت النحل والحاجات دي كلها، كل ما كان much healthier for your system. لكن العسل سكر، الميبل سيرب سكر، الدبس او العسل الاسود سكر، البراون شجر is a sugar، والشجر كين is a sugar. النقطة الأخيرة عشان نقفل الحتة دي بقى، the more processing you add to the food the worse this food it gets. كل ما عملت زيادة في البروسيسنج، كل ما طلعت الحاجات من سياقها، وكل ما قللت من فايدتها، وكل ما خلتها فعلا ممكن تكون مضرة بالجسم. وعشان كده السكر الابيض اوحش، والسكر البراون مش حلو بس احسن شويه، والدبس لو عايز تحلي بالعسل الاسود ممكن يكون احسن منهم. وحتى في سكر طلعينه جديد اسمه سكر الكوكونات، وبيقولوا ان هو هيلث بنفيتس، نفس القصه، عشان جايبينه من شجره الكوكونات، ففي مينرالز وفي بوليفينولز وفي حاجات زياده على السكر، فيعني قال ايه اكتر صحيا. لكن كل ده سكر، كل ده ما انتش محتاجه. اكل قصب سكر وما اكلش عسل، او اكل عسل وما اكلش سكر ابيض ولا سكر بني. ده الكومبليت. انت رتبتهم بالترتيب من افضل من اسوأ. انا بس سريعا عندي سؤال، بس بدي اذكر الجمهور اللي حابب يتواصل مع الدكتور سامح، الموقع تبع الدكتور سامح موجود على الشاشه، حيكون موجود لفتره، ممكن تدخلوا على الموقع، هناك رقم تلفون دكتور سامح، بأخذ استشارات أوفر إنترنت، وممكن يساعدكم حتى لو كنتوا بعيدين عن المنطقة اللي هو فيها. سؤالي دكتور عن العسل، أو يمكن نقطة مهمة عن العسل، في ناس كتير بحطوه على الشاي. العسل في بكتيريا مهمة للجسم، ولكن للأسف لما تحطها بمي سخنة، احنا عادة الشاي بنسويه بدرجة حرارة 199-98، بقتل البكتيريا السخنة. فلازم الناس تنتبه
إذا أنت بدك تستفيد من كل العسل لازم ما تزيد درجة الحرارة عن 70 درجة مئوية، حتى 68 اللي recommended، ف you have to be careful. سؤالي دكتور عن البدائل اللي بنشوفها بالسوق، أسبرتين، ستيفيا، مونك فروت والحاجات دي، إيش رأيك فيها؟ رأيي فيها إن هي بدائل، تعتبر بدائل كويسة بس مش على الإطلاق. الستيفيا والمونك فروت دول أحسن بديلين عشان دول من أصل نباتي، وده ما حصل لهمش أي نوع من أنواع التغير في الكيميكال ستراكشر بتاعهم خلاص. والتجارب اللي اتعملت على الإمباكت بتاع الستيفيا أو الإمباكت بتاع المونك فروت على، أنا أقول لك أنا بضحك ليه، على المونك فروت ما بتأثرش على الجت مايكروبيوم أو الجت مايكروفلورا. لازم كل واحد يعرف إن إحنا عندنا خلايا بكتيريا حميدة موجودة في المعدة بتاعتنا، ولازم نحافظ عليها ولازم نخليها دايفيرس. وفي بعض أنواع بدائل السكر بتأثر عليها وبتعمل لها برجلة، وممكن كمان مش بس يعمل لها برجلة، ممكن تقلل كميتها أو تقتلها زي ما الأنتيبيوتيك كده بيقتلها. الأبحاث اللي اتعملت على الأسبرتام، في اتعمل عليه أبحاث كتيرة ما بتقولش إنه كويس، وبيساعد في أبحاث بتقول إنه هو دي كارسينوجينيك افكت، ممكن بيعمل كانسر وحاجات كده. والأسبرتام ده بيبقى تقريبا المين كومبوننت في الدايت سودز. أوكي أنا بستخدم والعلكة دكتور صح؟ المستكر العلك، في بعض في انواع كتير في العلك، ما اقدرش صعب ان اقول لك ايه النوع الاساسي في العلك، بس انا غالبا وابدا ما شفتش دايت سودا ما لقيتش فيها نوع غير الاسبرتام، ومش عارف والسكر اللي بنستخدمه هذا المحلي اللي بيجي باكيتات بنستخدمه دائما لما بنطلع، نفسه اسبرتام ولا؟ انا سعيد قوي ان انت قلت الكلمه دي، سعيد جدا. هقول لك ليه، لازم دائما وابدا لا تثق الا في عينك لما تروح تشتري السكر ده. لو انت عايز تشتري ستيفيا ما تروحش تقول انا عايز ستيفيا تقوم قاري كلمه ستيفيا وتقوم واخده، بص على المكونات. لو المكونات بتقول ان هو فقط ستيفيا ده اللي تشتريه. في جالي قبل كده ستيفيا وبصيت عليه، هو اسمه ستيفيا لكن هم حاطين كل حاجه من ضمنها ستيفيا، فده عك، فده ابعد عنه. فانت عايز تاخد مونك فروت، تاخد تبص على النشره، لو لقيت النشره مكتوب عليها مونك فروت يبقى خلاص زي الفل، لو لقيت النشره مكتوب عليها ستيفيا يبقى ده زي الفل. لو لقيت بقى زي السكرولوز والستيفيا والاسبرتام والمونك فروت وكل ده كده مع بعضه وعاملينه خلطة بيطة وحاطينه في الكيس ده عشان بيبقوا عايزين الطعم يبقى كويس، فده ابعد عنه، ده معناه ان هو مش كويس. اوكي واضح. في مقولة دكتور، طب يعني احنا كنا بدنا نتخلص الان من السكر الابيض ونبتعد عنه بكل القدرات، في مقولة بتحكي انه احنا بنفقد الجريفينج تبع السكر، هذا حب السكر، خلال اسبوعين. هل هذا ما في منه، يعني انه فعلا خلال اسبوعين ممكن نبطل نفكر او نبعد عن الإدمان تبع السكر؟ يعني هو أنا عايز أقول لك حاجة، إن يعني موضوع الكريفينج دوت ملوش علاقة بالوقت، عشان أبقى صريح معاك، يعني موضوع أسبوعين أو ثلاث أسابيع يعني لا، الكريفينج دوت بيبقى في اليوم، أنت بتبقى جعان وبتبقى محتاج حاجة معينة. لو الحاجة دي هي إنرجي، عندك لو إنرجي، الجسم بيفهمك ان هو ده سكر، اسرع حاجه تاخدها هي السكر، فتلاقي نفسك انت رايح تاخد سكر، فبتحس ان انت عندك كريفنج. فالكريفنج بيبقى ليه علاقه بالاميديت نيدز للجسم، سواء كانت انرجي او سواء كانت نيوترينز. زي بالظبط كده لما تبقى واحده حامل وتقول لجوزها انا عايزه كنافه، سوري انا عايزه جوافه، او عايزه تفاح، او نفسي هفاني على بطيخ، واخد بالك؟ بتبقى هي عايزه حاجه انجريدينس معينه موجوده في البطيخ او موجوده في الجوافه، مش عايزه طاقه معينه.
وزي اللي بيبقى عايز طاقة بيبقى حس ان هو يا سلام بقى حتة كنافة ولا حاجة تقوم ضربالك السكر ومعليها لك الكالوريز ودي اللي بتعمل كريفينج. الأبس اند داونز دي اللي بتعمل كريفينج. خلاص كده من ناحية الطاقة. ممتاز. في سؤال من ناصر، طبعا ناصر بقول يعطيكم العافية، أنا بستعمل ستيفيا كتير في الداية، بيسأل عن سكر انتشر أخيرا أو في الفترة الأخيرة حكي عنه اللي هو الإرثيتول. الإريثريتول. يس. الإريثريتول ده هيلاقيه مع الستيفيا which is okay يا ناصر ما تلاقش. في سؤال برضو، ترك السكر يحتاج لأكثر من 3 شهور عن تجربة، وعرفنا المعلومة عن طريق الكيتو دايت، شكله ناصر مشتغل على الكيتو له 3 أشهر فترك السكر بيحتاج إلى مدة. طيب دكتور شو نصائحك الأخيرة لجمهورنا؟ أنا مش مقتنع بموضوع 3 أشهر ده بس أوكي ماشي ماشي ناصر زي ما أنت عايز. شو نصائحك لجمهورنا عشان يبتعد عن السكر ويدخل بالبدائل الأفضل أو صحية أكثر اللي حكينا عنه؟ كل ما كان أكلك طبيعي وكل ما كان أقرب الأكل بتاعك أقرب للصورة الطبيعية بتاعته، كل ما كان أنت بتفيد جسمك وبتقلل من الضرر بتاعه عليك. بمعنى آخر إن أنا لو منك أكل فاكهة، سكر الفاكهة الفركتوز، وأنا عايز أقولك إن الفركتوز الناس بتوع الكيتو والناس اللي هم مش عايزين سيادتك يعني يخلوا الناس تاكل سكر كتير يقولك ان الفركتوز ده وحش وان الفركتوز ده يعني مش عامل شغل والحاجات دي كلها. انا عايز اقولك ان الكلام ده والبحث اللي اتعمل على الفركتوز وتأثيره على الفاتي ليفر وتأثيره على الليفر سيروزز والحاجات دي كلها مرتبطة بالهاي فركتوز كورن سيرب اللي هو بيبقى ريفايند، يعني انت بتخش على الفاكهة بتخش على الحاجات وتاخد منها ايوه عشان كده كنت بضحك واخد بالك، وتاخد منها الحاجات دي وتقوم حاططها في مشروب او تقوم حاططها على المعجنات وتقول لي ان ده صحي. لا ده مش صحي، ده بيعمل لك الاذى. لكن الفركتوز اللي بيكون موجود في الفاكهه بيكون موجود مع فايبرز وما بيكونش موجود بشكل صارخ، بيكون معاه انواع سكر تاني. بل بالعكس انا عايز اقول لك ان في ابحاث اتعملت على ان التفاح بيساعد الناس اللي عندها سكر ان هي تحصل على معدلات متزنه من السكر وتحسن ان البني ادم ده ما يخشش في دايابيتس تايب 2 واخد بالك. فلا خد سكر فاكهه، سكر ممتاز مش سكر وحش. يعني احنا اليوم كثير استفدنا دكتور. انا برجع بذكر للي حابب يتواصل مع الدكتور سامح الويب سايت على الشاشه ممكن تتواصلوا مباشره وهو حيساعدكم زي ما حكينا، هو باخذ استشارات ايا كان مكانكم سواء داخل كندا او خارجها بنفس المدينه او خارجها. مره ثانيه دكتور شكرا لك. الله يحلي ايامك وتكون انت والمشاهدين بس بدون سكر ابيض. خليها فاكهه احسن، اللي عايز سكر ياكل فاكهه ويتبسط ويستمتع بس. يعطيكم العافيه. سلام للجميع. سلام عليكم.